بالطبيعة هو وضع اليد على التلفزة وتحضير للانتخابات المقبلة، وهذا شيء خطير. بالأصل الحكومة لازمها تلتزم مبدأ الحياد كي تتعامل تعامل كحكومة مش كحزب حاكم. اليوم لاحظنا عديد المؤشرات تم تداخل بين الحزب الحاكم وبين الحكومة. وضع الأستاذ راشد الغنوشي اليوم كإنسان يقوم بزيارات رسمية لدول أخرى ويحظى باستقبالات رسمية ويحظى بتشريفات رسمية للدولة، وقت هو ما عنده حتى صفة رسمية في الدولة، يعمل في تصريحات ساعات يقول باش نعملوا باش نعملوا، وقت هذه مش وظيفته. بالإضافة لهذا ثم تداخل بين الحزب الحاكم وبين الحكومة وبين العائلة، وقت عندنا وزير الخارجية هو صهر الأستاذ راشد الغنوشي، الأخ والصديق رفيق بن عبد السلام بوشتيكا، وهو صديق نعرف مزيته ونعرف حبه للوطن، ولكن هذه مصلحة تونس تقتضي الفصل، لأنه الدول أحبابنا كما كانوا يقولوا قبل كيف باش يتعاملوا معانا؟ باش يتعاملوا مع وزير الخارجية بصفته عضو في حركة حزب حاكم، ولا بصفته نسيب رئيس الحزب الحاكم، وإلا بصفته عضو في الحكومة نتاع الجمهورية؟ والتداخل هذا يجب نفكروه في أقرب وقت، خاصة وأن الأستاذ راشد الغنوشي يلعب في دور كبير جدا على مستوى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين كمسؤول على العلاقات الدولية في وضع عالمي يشهد فيه رغبة في التقارب بين القوى الغربية وبين الحركات الإسلامية اللي قاعدة توصل لسادة الحكم ولا تستعد للوصول لسادة الحكم. فبالتالي المطلوب أن نفرق باش ما تمشيش تونس في العراضة، مصالح الشعب التونسي في العراضة تاع مصالح أحيانا خلف الجوازات.